السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل ان شاء الله بقى على الفيديو اللي فات، البروجكتايل ويز انجل. كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان في حاجه اسمها التايم اوف ماكسيمم هايت، الوقت اللي انت بتحتاجه عشان توصل فيه للماكسيمم هايت. قلنا التايم ده ساعتها اسمه نيجاتيف في انيشال في اتجاه الواي اكسس على تي. الفلايت تايم الوقت اللي انت محتاجه علشان ترجع تاني لنفس البوزيشن بتاعك، يعني انت بتشوت البول فوق توصل للماكسيمم تبدأ تنزل تاني، توصل للماكسيمم وتبدأ تنزل تاني، ده بسميه ساعتها ايه؟ فلايت تايم عندي اللي هي التي كابيتال عندي بتبقى 2T اللي هي نيجاتيف 2 في انيشال واي على جي. لو طلب منك في المساله بقى احسب الماكسيمم هايت، يعني ايه الماكسيمم هايت؟ بديله سيمبل اسمه اتش اللي هو اعلى ارتفاع ممكن الكره بتاعتك توصل لو انت شطتها، مثلا سواء كان بتلعب فوتبول فبتشوطها برجليك، او بتلعب مثلا باسكت او بتلعب هاند بول فبتشوفها بايه او بتشوطها بايدك. يعني معنى كده ساعتها بتشوف اعلى ارتفاع ممكن توصل له عندك يبقى ايه اسمه ماكسيمم هايت. ماكسيمم هايت ده يعني ده بالنسبه لي فيرتيكال عندي، ساعتها ال V final هتبقى بزيرو عندي لان انت شغال vertical. لو انت استغليت الايكويشن الثالثه وشلت ال V final بزيرو عندي، هتلاقي الهايت بتاعك اللي هو كان اسمه displacement negative V initial Y في square على 2G. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى، لو جه قال لك احسب حاجه اسمها horizontal range. كلمه horizontal range يعني ايه؟ انت لما بتشوت مثلا الكره بتاعتك مثلا تبدأ تشوتها تطلع لفوق وتبدأ تنزل تاني على الأرض. نفترض مثلا إن الجون مثلا أو الحارس شاط الكرة بتاعته أم وصلها للجون التاني الناحية التانية. كلمة هوريزونتال رينج هي المسافة الهوريزونتال ما بين البداية اللي هو اتشاط بيها الكرة بتاعته لغاية ما وصلت للعيب الناحية التانية أو للجون الناحية التانية، ده بسميها المسافة الهوريزونتال عندي اللي هو هيقدر يوصل الكرة لمسافة قد إيه عندي. تمام كده؟ ده المسافة بتاعتي. طيب في ده بسميها horizontal range بديها سيمبل اسمه ال R عندي، اما ال vertical بسميها D. طيب ده عشان احسبه عندي ال horizontal range ده ليه قانون بقى؟ القانون بتاعه ان ال R equal V initial x في T. ليه؟ ما هو اي distance هي velocity في time. ال distance اللي قلنا هنسميها R عندي اللي هي ال horizontal distance. طب قلنا ما دام انت ماشي هوريزونتال يعني انت هتشتغل في اتجاه الاكس، يبقى الفي انيشال دي هتبقى اكس. التايم بتاعك ده هيبقى اسمه فلايت تايم، لان انت لما بتعمل هوريزونتال ديستنس ده معناها ان انت البادي بتاعك او البول بتاعتك الكره بتاعتك طلعت لفوق ونزلت تاني عندي فخدت تو تايم. طيب لو شلت التايم اللي هو الفلايت هتحط مكانها اتنين من التايم العادي. طيب ساعتها التايم العادي كنا لسه واخدين له قانون اصلا، هو نيجاتيف 2 قصدي في انيشال واي على جي، وعندك التو في الفي انيشال اكس كده كده موجوده. ممكن نعمل قانون تاني ليه؟ الفي انيشال اكس قلناها من شويه هي في انيشال كوزاين سيت، والفي انيشال واي قلناها من شويه هي في انيشال ساين سيت. فهنشيل الفي انيشال اكس نحط مكانها في انيشال كوزاين، والفي انيشال واي في انيشال ساين. في انيشال مع في انيشال يديني في انيشال سكوير، ونحط الكوزاين سيتا والساين سيتا زي ما هي والجي زي ما هي. طبعا في ملحوظة مهمة جدا، ساعات بيسألني سؤال يقول لي على تعمل بروجكتايل بانجل كام علشان توصل للماكسيمم هوريزونتال، يعني علشان اللعيب يوصل الكرة بتاعته لأعلى هوريزونتال ديستانس المفروض يشوط الكرة دي بانجل كام؟ المفروض هتبقى بانجل 45 عندي. اشمعنى 45؟ لأن كوزاين 45 وساين 45 بيطلعوا قد بعض فهيدوني أعلى فاليو. ساعات يسألني سؤال تاني ويضحك عليا في الامتحان، ايه بقى السؤال التاني؟ يقول لي مثلا لو انت عندك لعيب شاط الكرة بتاعتك بانجل 30، طب وفي لعيب تاني شاط الكرة بتاعتك بانجل 60 والاثنين شاطوها بنفس الفلوستي، ساعتها مين اللي هيبقى عنده اعلى هوريزونتال ديستانس؟ الاثنين هيبقوا زي بعض. ناخدها قاعدة ثابتة، لو انا عندي الاثنين لعيبة وشاطوا الكرة بتاعتهم بنفس الفي انيشال، لو الانجلز بتاعتهم ايكوال 90 يبقى الهوريزونتال رينج بتاعهم واحد. ليه؟ ما هي ال 60 وال 30 مجموعهم 90، ال 50 وال 40 مجموعهم 90، ال 70 وال 20 مجموعهم 90، اي اثنين انجل مجموعهم ايه بيساوي 90، معنى كده بيدوني نفس الهوريزونتال رينج، بس لازم يكون الفي انيشال بتاعتهم بادئه واحده يبقى نفس الفي انيشال. تمام كده؟ لان طبعا كلنا عارفين في الماس ان الكوزاين عكس الساين، معنى كده لما اقول ساين كوزاين 20 ساين 20 هي اكنها كوزاين 70 ساين 70. ده كده القصه بتاعتي
في البروجكتايل ويز انجل عندي. طيب تعالى ناخد اكزامبل برضه ونشوف الموضوع ماشي ازاي. بيقول لي موتور سايكل از لانشد ات 15 متر بير سكند، يعني ده الفي انيشال بتاعتي، in a direction that make angle 30 to the horizontal. يعني انا عندي موتور سايكل واحد مثلا سايق الموتوسيكل بتاعه قام طلع لفوق كده، المفروض بانجل كام؟ بانجل 30 مع الهوريزونتال، وكان ماشي بفي انيشال كام؟ 15. فهو كده عمل بروجكتايل بس بانجل، تمام كده؟ يعني كان بينط بالموتوسيكل عندي او بيعمل حركات بالموتوسيكل فطلع بانجل عندي. طيب زي باقي الموتوسيكلات يعني. هو عايز يحسب الماكسيمم هايت، يعني عايز يحسب لما هو هيسوق الموتوسيكل كده ويطلع او يعدي الحاجز بتاعه ويطير في الهواء كده بالموتوسيكل شويه، عايز يعرف اعلى ارتفاع ممكن يوصل له قد ايه. خدنا قانون من شويه ان الماكسيمم هايت ايكوال نيجاتيف في انيشال واي سكوير على 2 جي. طب الفي انيشال هتقول لي يا مستر هو مديها لك ب 7.5 صح كده؟ اقول لك لا، الفي انيشال هو مديالي ب 15، بس ال 15 دي في انيشال. انا في القانون هو في انيشال واي، في ساعتها هعمل ايه؟ هاخد الفي انيشال دي عشان اجيب الفي انيشال واي، هقول في انيشال ساين سيت، يبقى هقول في انيشال ساين 30، والفي انيشال اصلا ب 15، يبقى 15 ساين 30 اللي هي اصلا بهاف، يديني الفي انيشال واي بكام؟ ب 7.5. اعوض هنا بالفي انيشال واي، والجي كده كده بنيجاتيف 10 علشان انت فيرتيكال ابورد عندي. عايز يحسب بعد كده الفلايت تايم. اتفقنا ان الفلايت تايم كان ليه قانون هو 2 في التايم العادي. طيب يعني كان ليه قانون كده نيجاتيف 2 في انيشال واي على جي. الفي انيشال في اتجاه الواي قلنا خلاص جبناها ب 7.5 اللي هي في انيشال ساين سيتا. طيب عايز يحسب الهوريزونتال رينج اللي هي الار عندي. الار عندي كان ليها قانون في انيشال في اتجاه الاكس في الفلايت تايم، اللي هو القانون اللي احنا قلناه من شويه دوت، لو احنا فاكرين نرجع له تاني، اللي هو القانون ده قلنا ده صح وده برضه القانون ده ينفع والقانون ده ينفع والقانون ده ينفع على حسب ما انا هشتغل. انا هشتغل باول قانون انها في انيشال في اتجاه الاكس في الفلايت تايم. طيب الفي انيشال في اتجاه الاكس مش عندي، انا عندي الفي انيشال بس اللي هي 15. طب الفي انيشال اكس قلناها من الاول خالص هي في انيشال كوزاين سيتا، يبقى هاخد الفي انيشال اللي هي ب 15 كوزاين السيتا اللي هي كوزاين 30 عندي اللي هي ب 0.866، يديني الفي انيشال في اتجاه الاكس ب 30 عندي. اخد الفي انيشال في اتجاه الاكس اللي هي ب 30 تايم الفلايت تايم اللي هو اصلا لسه جايبينه في المطلوب الثاني ب 1.5، يطلع لي 19.5 متر. ده كده باختصار بسيط جدا الموضوع بتاع البروجكتايل داون والبروجكتايل اب والبروجكتايل ويز انجل عندي. طيب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنخلص كده اخر ليسون ويبقى المنهج بتاعنا خلص اللي هو نيوتن لو. يبقى احنا كده خلصنا المفروض الايكويشن اوف موشن كده، خدنا كده 4 شابتر عندي اللي هو الفيزيكال ميجرمنت والسكالر والفيكتور عندي، وخدنا الموشن الفيلوسيتي والاكسلريشن، وخدنا بعد كده الايكويشن اوف موشن عندي، خدنا الايكويشن اوف موشن الفري فول اكسلريشن، خدنا البروجكتايل بانواعه بروجكتايل اب بروجكتايل داون بروجكتايل ويز انجل. تمام كده يا شباب، ان شاء الله الفيديو اللي جاي نبدأ نيوتنز لو. السلام عليكم.